وللحديث أكثر بشأن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق عن مخرجات حوار التعاون الأمني المشترك بين واشنطن وبغداد، معنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم. ماذا يعني بالنسبة للعراقيين هذا الملتقى؟ هل يبدو بالنسبة لهم مجرد اجتماع لمناقشة الأمور الأمنية المشتركة بين واشنطن أم الحكومة في بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك دكتور سنان، وتحية للمشاهدين الكرام فضلاء متابعي قناة الرافدين الفضائية. الحقيقة هذه الحوارات التي يمكن أن نقول أنها تأخذ مسميات أكبر من حجمها فيما يتعلق بتوقيف طرف حكومة بغداد، هذه لا تمثل في الواقع شيئا بالنسبة للعراقيين، لأن الطرف الذي يمثل العراق في هذا الحوار غير معترف به شعبيا، لأنه نتاج انتخابات قاطعها الشعب العراقي بنسبة شبه كلية. ثم أن الطرف الآخر ما زال مختلا للعراق ويمرر مشاريعه في البلاد بناء على ما تقتضيه مصلحته ولا غير. لهذا النظرة العراقية لهذا النوع من الحوارات إنما هي ترى أن يعني طرفين من اتجاه واحد يتحكمان بالعراق ويتسلطان عليه ويستعرضان فيه قوتهما بما يحقق لهما المكاسب والمغانم. العراقيون بعيدون جدا عن مخرجات ومكتسبات هذا النوع من الملتقيات أو من الحوارات. إذا أردنا أن نصف توصيفا دقيقا بما جرى في هذا الحوار، فهو يعني في حقيقته ثمرة فاسدة من ثمار ما يسمى الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وحكومة بغداد الذي عقد منتصف سنة 2021، وما تبعه من تشكيل ما تسمى لجنة التنسيق العليا بين البلدين. العراقيون منذ ذلك الحين وحتى اليوم لم يجنوا شيئا من ذلك الحوار ولا من هذه اللجنة، ولم يلمسوا ما يحقق لهم نفعا يعني من مخرجات ما جرى في اللجنة وما جرى في ذلك الحوار، بل العكس، زاد الوضع في العراق سوءا. الأراضي العراقية أصبحت يعني مستباحة للجوار، لا سيادة لا اقتصاد لا أمن، لا أمن غذائي، لا زراعة، لا اقتصاد، كل شيء منهار في العراق. فما الذي جناه العراقيون من الحوار الاستراتيجي؟ لا شيء. لهذا ينظر العراقيون على أنها نوع من الإجراءات التي هي شبيهة بإجراء الانتخابات في كل 4 سنوات، عبارة عن مسرحية الغرض منها إبقاء النظام السياسي قائما، إبقاء العملية السياسية تتنفس، رغم أن كل ما يحيط بها من ظروف ووقائع وأحداث يشير إلى انهيارها، لكنها ما زالت تتكئ على الحائط الأمريكي الذي لا يسمح لها بالسقوط. طيب، هنا أيضا على أي أساس تقرأ مخرجات هذا الاجتماع؟ لماذا تعطى أمريكا بعد الصورة التي ذكرتها كل هذه الميزات في العراق؟ الحقيقة الولايات المتحدة كما قلت هي المتحكمة في المشهد العراقي كله. بيان هيئة علماء المسلمين نص صراحة على أن كل الأطراف التي تعمل في العراق وتنشط فيه تتخادم فيه كلها تعمل بمظلة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حينما تتعاطى الولايات المتحدة مع حكومة الاحتلال التاسعة، وحينما تعاطت مع ما سبقها من الحكومات، إنما تستخدم الطرف العراقي في الحوار أو الطرف الحكومي أشبه بأداة لتمرير مصالحها وضمان مكاسبها في المرحلة الحالية والتهيئة لمتطلباتها في المرحلة المقبلة. ما جرى في الحوار الذي هو نحن بصدد الحديث عنه وما سيجري من حوارات مماثلة إن وقعت مستقبلا، هدفه الوحيد تحقيق المصلحة الأمريكية بالمحافظة على بقاء النظام السياسي قائما تحت أي ظرف وبأي ثمن، ثم بما يقتضي بقاء العملية السياسية من استمرار حالة التخادم مع إيران، بوصف إيران أنه هي الشق الثاني من الاحتلال المزدوج الذي يتسلط على العراق. لماذا؟ لأن التخادم بين إيران من جهة وبين القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التخادم في العراق وفي المنطقة هو الذي يهيئ الأرضية لواشنطن ولحلفائها لتمرير مشاريعهم وتحقيق أهدافهم. نعم، ربما الرأي العام العراقي أو المحلي يعرف هذه المعلومات، ولكن بالنسبة للرأي العام العربي والعالمي لديه بعض اللبس. يعني ماذا حصل للقوى السياسية في العراق ورفضها لوجود القوات الأمريكية في العراق والحديث عن مقاومتها عسكريا؟ ألا يعتبر ذلك تنازلا عن مواقفها بالجلوس مع أمريكا؟
نحن إذا سلمنا بأنها كانت ذات مواقف حقيقية نقول نعم تنازلت، ولكن الواقع أنها لم تتخذ موقفا حقيقيا تجاه الاحتلال، ولم تتخذ موقفا حقيقيا بتبني المقاومة. كلما كان يرفع من شعارات وكلما كان يتخذ من قوانين حتى وإن كانت شكلية في مجلس النواب فيما يتعلق بجدولة انسحاب قوات الاحتلال وغيرها، كل ذلك هو عبارة عن مواقف هوائية تقتضيها اللعبة السياسية. نعم. أحزاب وقوى وميليشيات الإطار التنسيقي نحن رصدناها مثلا في الانتخابات الأخيرة قبل الانتخابات، حينما كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الإطار التنسيقي وقواه سوف يكونون بعيدين عن مواطن صنع القرار بحكم ما يسمى التجربة الديمقراطية في الانتخابات وتحقيق النسبة الأعلى من الأصوات، بدأت تصعد من خطابها في اتجاه عدائها للولايات المتحدة واستهداف القواعد الأمريكية وغير ذلك. ثم لما صار الأمر إليها وشكلت الحكومة لم نجد منهم في موضوع المقاومة إلا صمت أصحاب الحضور، لم يتحدثوا عن استهداف الولايات المتحدة وتركوا موضوع المقاومة وتركوا حتى تسمية محور المقاومة. ثم بهم بوصفهم يعني محركي الذين يحركون حكومة الحساسات على اليوم يجلسون مع الولايات المتحدة وتملي عليهم ما تريده من اتفاقيات فضلا عن ما هو حاصل يوميا على المستوى السياسي، حينما يعني تتحكم السفيرة الأمريكية في المنطقة الخضراء بجل القرارات التي تتخذها حكومة بغداد وتلتقي بهم وبالمسؤولين سواء بنمط أو وفق النمط الدبلوماسي المعروف أو بتجاوز صلاحياتها فيما يتعلق باللقاء بشخصيات المستوى الثاني أو الثالث من المسؤولية في الحكومة. طيب، بالحديث عن مخرجات حوار التعاون الأمن المشترك بين بغداد وواشنطن، وفي هذا الإطار لماذا تحتاج القوات الحكومية بعد كل هذه الأعوام من التدريب والتسليح الأمريكي، لماذا تحتاج إلى القوات الأمريكية وتتمسك بوجودها بهذا القدر؟ تم صرف المليارات على المؤسسات الأمنية في العراق، ولغاية اليوم الميليشيات هي رقم واحد بالجوانب الأمنية. نعم، إذا أردنا أن نعود إلى كما يقولون المربع الأول من تأسيس النظام السياسي القائم في العراق، نجد أن الولايات المتحدة حرصت حرصا شديدا على أن تبقي الملف الأمني والملف العسكري بيدها حصرا، وبالتالي ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تنشئ في العراق جيشا معتبرا، وليس من مصلحتها أن تؤسس يعني قوات أمنية من شأنها أن تمسك بزمام الأمور وتضبط الأمن فيه. هذا من جانب. من جانب آخر نحن دائما ما نقول إن العملية السياسية التي تقوم على نظام المحاصصة الطائفية ألقت بظلالها على التشكيلات الأمنية وعلى الجيش وعلى كل المؤسسات التي يعني تعين على أنها أو تسمى على أنها تحافظ على أمن البلاد. المحاصصة الطائفية أيضا ألقت بظلالها على هذه التشكيلات، لأن الولايات المتحدة إنما تريد أن تبقي حالة العراق مضطربة، تريد حالة الفوضى تتغذى عليها لكي تمرر من خلالها مصالحها، وبالتالي لابد أن يكون الأمن في العراق مضطرب، لابد أن تكون الطائفية هي المتحكمة في المشهد. فإذا كان الأمر كذلك لابد أن تكون قوات الأمن ضعيفة، لابد أن تكون قوات الأمن غير مؤهلة، لابد أن تكون تتعامل مع الناس بطائفية وبنمط من الإجرام. نعم، من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الأستاذ معاذ البدري، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.